إذن the first characteristic لهذا الـ op-amp إن الـ open loop gain تبعه بيكون very very high around 10 to the 5. في له كمان خاصيتين تنتين، خاصية اللي هي characteristics. الخاصية الثانية اللي بيكون في له very high input impedance. ما في فكرة حكينا عنها المرة الماضية اسمها loading. أنا ما بدي أعمل loading للsource تبعي. إذا بنحكي عن خلينا أحكي عن فكرة loading، وهون عندي بحط very high very high input impedance. لما أنا بدي أقيس signal، بدي اخذ سيجنال واطلع عليه. نفرض عندي هون انا في سورس لسنسر او ترانسديوسر، وهذا له انترنال امبيدنس، وراح احط حواليه هون خط مقطع. هذا كانه هذا ترانسديوسر او سنسر. الترانسديوسر او سنسر عماله بعطيني اوتبوت فولتج بتناسب مع الفيزيكال كوانتيتي اللي عمالي بقيسها. تمام؟ ممكن زي ايش ترانسديوسر؟ زي ايش ممكن يكون عندنا؟ مثلا سترين جيج فرضا، او اشي بقيس النويز، او اشي بقيس الساوند مثلا. فعم بعطيني هون اوتبوت فولتج. هذا مشكلته له انترنال امبيدنس. لو اجيت اقيس فيه وسحبت منه كرنت، ايش راح يصير في السيجنال؟ راح يصير في فولتج دروب على الانترنال امبيدنس، راح تتشوه السيجنال. اذا انا من ناحيه مثاليه لو بدي اقيس هذا واخذ منه اشاره حتى اضخمها، ايديالي في عالم مثالي قديش الكرنت اللي لازم اسحبه منه يكون؟ مليامبير. قليل جدا، مش هيك؟ بدي اسحب كرنت قليل جدا، يعني بدي احاول اقيس السيجنال اللي طالعه هون من هذا السورس بدون ما احاول اسحب منه اي كرنت، يعني بدي اراقب السيجنال بدون ما اخربها، بدون ما اثر عليها. اذا ايديلي السيستم هون اللي بده يعمل ميجرمنت، هاي ميجرمنت ديفايس، ايش بدها تكون الانبوت امبيدنس تبعتها؟ عالي جدا. اذا بدي هون الاشي اللي بده يعمل استعمله، وهاي هي هاي مبدا مهم في القياس. ايش المبدا المهم في القياس؟ انه اذا بدي اقيس سيجنال معينه بدي احاول ما اعمل ديستربنس للإشي اللي عمالي بقيسه اللي هو الميجرمنت افكت. فاذا هون بدنا ايديالي ميجرمنت، هذا الميجرمنت سيستم ايديالي شود هاف ا فيري هاي انبوت امبيدنس او ريزيستنس. فبدنا هاي الانبوت امبيدنس تبعت هذا السورس، ونفس الشيء هون عاملين. هذا الاوب امب له فيري هاي انبوت امبيدنس بين الطرفين هذول. فبين الطرفين هذول اذا رحت اقيس من سورس معين راح الاقي انه الامبيدنس بين التيرمينال هاد والتيرمينال هاد فيري فيري هاي، فبقدر اني اقيس السيجنال بدون ما اعمل ديستربنس عليها. وتيبيكلي الانبوت امبيدنس تبعت هذول الديفايسز راح تكون ان ذا رينج اوف 10 تو ذا 6 تو 10 تو ذا 12 اوم. قديش 10 to the 6 يعني؟ 1 ميجا اوم. ميجا اوم، وهون شو بصير عندي؟ جيجا اوم وتيرا اوم، مش هيك؟ تيرا اوم، بهذا الرينج، عالي جدا، رقم عالي جدا. فهذا بستعمله بحيث انه ما يعمل لودينج على الايفكت. فالاوب امب بيجي له فيري فيري هاي انبوت امبيدنس، شيء رقم خيالي جدا، 1 بالميجا اوم فما فوق، اوكي؟ ايش مالك؟